بسم الله نبدأ بمشهد متكامل. كيف راح توصل اللقاحات من نقطة البداية وصول الطيارة باللقاحات؟ شحنات هتوصل في الحال الحافظات المبردة، درجة حرارتها هنتفاهم في التقريب. أنا وأنا بصور معايا الرائع فيصل، وهذا اللي عصبيته. أعظم المميزات اللي موجودة الآن في النقل لهذا التطعيم هو وجود الثلج الجاف اللي درجة حرارته ناقص 80. طبعا كل شيء راح يكون محفوظ في درجة حرارة إلى ناقص 80 عشان يوصل لكل مواطن، وهو التطعيم بكامل فعاليته وسلامته. أقول لك هذه بالنسبة لي أنا حلقة، الحمد لله حققت بعد 5 سنين. قلتوا على الله يكتب لكم. حقيقة بس أبغى أختم إنه أنا مع هذا الفريق الرائع، يعطيهم العافية كلكم يا شباب، يعطيكم العافية كلكم، وإن شاء الله أحط اسمائهم كلهم إن شاء الله للتاريخ. كنا نتكلم عن فعالية التطعيم في آخر لقطة، وهل هو آمن؟ ناس كثير بتعتمد على الواتساب ونسيت إنه لجنة وطنية فيها أكثر من 20 طبيب هم اللي لازم يقروا كل الأبحاث علشان يدوها لك ولك اللي أنتوا أهلهم. أكيد ما حيعطوها إلا هم متأكدين من الفعالية حقتها، وما حيدخل إلا وإحنا مستعدين. واليوم شفنا قد إيش كل القطاعات اتحدت علشان يوصلك ويوصلك التطعيم وهو سالم وكامل فعاليته.